طيط طيط فيه الطيط ده كله تايه متزفه واللي مستر بيك مستر بيك ده ممثل تعوز ايه بالظبط نو بيك بيك قصده كبير ذا بيجر ذا بيجست الحمد لله يا مستر حزلقوم جيز باك فروم جامايكا حزلقوم جاب ماشي هملهم جو غرف داية جو هادي يا ابو ما جايبك يا حزلقوم ايه ده يا ولد ابوي كل ده طواقي ده ابوك مر لي ذات نفسي ما حد يوش كل الطواقي دي ايه ده كمان سجديد صلاة وسبح انت في الرياضة يا ولد ابوي ولا ايه لا يا عم في جامايكا يا عم بس انا كنت ماشي التقيت حد بيبيع سجديد صلاة وسبح فاستغرب فقلت اجيب لكم شوية ايه ده لانشون وبسبوسة وتم في الامنك انا ماشي التقيت بقال فاستغربت فجبت لكم شويه حاجات برضه وانت اي حاجه تستغربها تشتريها ما الحاجات دي موجوده في ابو ذكري عادي يا ولدي الحاجات دي تاخدها معك وانت مسافر لبرا وتجيبها معك من برا احنا بنصدق ونصدر حاجه انا خايف اقلب في الشنطه القى حرنكش صدق عندك حق انت صح طب خلاص سيبك من الشنطه دي خالص افتح الشنطه الثانيه بس النبي قبل ما تقفل دي هتلتقي خرطه حلاوه طحينيه سيبها لي على جنب حلاوة افتح يا عترة ورينا ماشي واو طقم بكار اظن ده برضك استغربته فاشتريته لا يا عم ده مربوحة هي اللي وصلتني عليه قالت انها بتحب الاطقم الغريب فجبته لها جبت لها كم طقم على ذوقي اطقم تاني اعمل ايه يا كبير ده ادمان في دمي طب وليه بكار ممكن تجيب رشيدة اهدى لقيت علبة تليفون دي ليه انا دي يا بوي لا يا حبيبي مش ليك ده للكبير الكوبرا بتاعتنا